طيب الآن بنبدأ بالأسئلة الغريبة. طبعا بنقول لك بعض الأشياء المتداولة عند الصقاقير وكذا، وأنت أتوقع أنك مختص في الطيور والمسابقات وعارف يعني الأشياء بالضبط يعني. فبسألك أسئلة، هل نعم أو لا، هل زيادة الدم في الطيور، أنا سمعنا الناس جالسة تزود دم، هل هو شيء صحيح ولا لا مع السبب؟ ما في شيء اسمه زيادة الدم، وما في حد قام بزيادة الدم وسويناها 100 مرة، وهذا الشيء أيضا مستنبط من هالرتاب. أي شيء له علاقة برتاب لا ينطبق على الطيور. طيب هل فيه دواء أو شيء معين يزيد من قوة طيران الطير؟ طبعا. أمثلة؟ يعني أنا طبعا ما أقدر أقول الأمثلة، مش لأن والله مش يعني مش استفرادا بالعلم، ولكن أرجع أقول أن كل طير له دواء يعتمد على حالته يختلف عن الطير الثاني. ولكن أنا بعطيك مثلا مثال. حلو. في مادة اسمها الجوارانا. الجوارانا هذه فيها ضعف نسبة الكافيين الموجودة في القهوة. الطير يوم ياخذها بشكل عام يزداد انتباهه، فإذا ازداد انتباهه طيرانه يكون أفضل. طبعا المادة هذه متوفرة في الأسواق صحيح؟ صحيح.